لا لا لا، هذا لا يجوز. لا حياء في الدين، لا حياء في الدين. الكلمات عبارة عن هواء، والهواء يخرج من ثلاثة أماكن، يخرج من الأنف، يخرج من الفم، ويخرج من الفم، وهكذا. إذا لماذا نحن نخاف من الكلمات، من كلمات الناس، ونستحي من كلمات الناس؟ كلها هواء وجمعها هواء. لماذا كل هذا الخوف وهذا التعقيد وهذا الخجل؟ مثلا لماذا نخجل أن نقول كلمة الزب؟ الزب لماذا نخجل؟ هل الزب هو الدب؟ لا. هل سيأكلك الزب؟ لا. هل سيحبلك الزب؟ لا. إذا لماذا؟ الزب بابا، الزب هو الحب. بدون الزب لا وجود للبشر ولا للحب. لبعض الرجال في العراق وفي الخليج الفارسي الزب بالنسبة لهم الطبيب والطب، ولكنهم من قوم لوط، وقوم لوط يحبون أكل البلوط والسمك الشبو. لماذا نخاف من كلمة إير ولا نخاف من كلمة السليمانية أو هولير؟ لماذا لا نخاف من كلمة شوفير وتوني بلير ونخاف من كلمة إير؟ لماذا نخاف ونتعجب ونقفز حينما نرى المهبل؟ هل المهبل هو شخص أهبل؟ من الناحية العلمية البيولوجية لا، كلا. لماذا لا تخاف عندما ترى أنفي أو ترى إذني أو ترى رجلي؟ لماذا لا تخاف؟ لماذا تخاف حينما ترى زبا أو مهبلا؟ أليست هذه كلها أعضاء البدن الإنساني، جسد الإنساني؟ نمستي. لماذا لا تشغل عقلك الفارغ المتخلف